من 23 تصويبه في المقابل احرزوا 14 هدف من 22. حسن وليد يضيف من جديد. حسن وليد يعدي كويس بطوله العالم للشاقين للمحروسه ويعدي كويس يرد حلو. حسن وليد عايز يعدي. احمد الاحمر باك يمين يلعب الكرة لوليد اللي يلعب الكرة قوية من جديد. حسن وليد فعلا بيسحب الملعب عند احمد الاحمر عشان يدخل عادي الحلوة لكن يتصدى حارس في الكرة الفارد اندري. مرة تانية تمرير خط خلفي ديفيد يلعب الكرة الطيار مفيش هزار. خط خلفي عايز يعدي باتنر تروح الكرة على الدايرة لأميز اللاعبين. مرة تانية وليد يلعب الكرة مرة تانية من جديد. يا سلام بقول لحضراتكم دايما اللاعب اللي عايز يعدي يلعب ويعدي كويس قوي من الباك اليمين كان عايز ياخد منه فاول مهاجم. سيف يلعب الكرة في الجناح ولكن بيقول له لمس خط. ديفيد عايز يعدي يلعب الكرة بقول لحضراتكم ويستلم الكرة بايد وينقلها في اليد الثانية ويحرز الهدف. يلعب الكرة مقابلة بقوة لكن من الجناح عايز يعدي يلعب الكرة ويخلص الفارق لأربع أهداف. خط خلفي أحمد الأحمر القائد يلعب الكرة ليحيى يسيب الكرة لديفيد يلعب الكرة لبريزياني هو عنده المفتاح. يلعب الكرة في الجناح يا تيجي الكرة في القائم مرة تانية عايز يعدي يشوط الكرة ويحرز الهدف. أحمد الأحمر يلعب الكرة سيف أحمد الأحمر عايز يعدي يلعب الكرة حلوة قوي عايز يمرر الكرة على الدايرة هايلة. أليزيو يلعب الكرة لصانع الألعاب لكن بره المرة دي. خط خلفي عايز يعدي يلعب الكرة حلوة شوط رمية جزائية أحمد الأحمر ولا شوط رمية جزائية هوش أول مرة ويلعب الكرة بمهارة عالية قوي القائد بيرسياني يطلع من على الدايرة سيب الكرة يا مرر الكرة حلوة قوي يروح من الجناح ويحرز الهدف عملها كويس قوي سيبانو ويرد على طول يا ولد يعملوا بيها الانتقال من الدفاع للهجوم تروح الكرة في الجناح مرة تانية عايز يعدي كويس قوي يا ولد على التمريره بص شوف الخطوره يطلع بازياني من على الدايره يسيب الكره الباك شمال اليسيو باتر يشوط الكره قويه يشوط الكره ويعمل جمله تكتيكيه لكن يمنع الخطوره الطيار هو الطيار مباراه فرديه اكزيل والطيار ويحرز هداح راح على المستوى الباك الشمال يسيب الكرة لسند القطع من الجناح جملة تكتيكية بنجاح تروح يا سلام للتالت أهداف مرة تانية عايز يعدي كويس قوي طبعا أوروبا أو بطولات العالم الخبرة الكبيرة اليوم هي البطولة دي بالتحديد مرة تانية تمرير عايز يعدي قداح ويحرز الهدف بنجاح كرة عايز يلعب الكرة على الدايرة يستلم الكرة هو هايل جدا لاعب دايرة الدرع يروح يتصدى الحارس سيمون بدأت الصورة توضح أكتر هنا من المصدر طبعا حضراتكم الصورة لما بتبقى بعيدة دي من المصدر مرة تانية عايز يجي عايز يعدي يلعب الكرة حلوة يلا يا قداح هي كده بنجاح يا سلام يا وليد يا سلام عايز يعدي صانع الألعاب يلعب الكرة في الباك والطيار مفيش هزار هو ده الدفاع مسؤول والحارس عنده الحلول الطيار قفل عليه لكن عدى خلاص بعدين تصدى للثلاث رميات جزائية كانوا من ضمن أهم الكرات ويعدي القائد اللي يده فوائد يا ولد يا أحمر يا ولد من الباك يلعب الكرة سرعة عالية عايز يحرز الهدف ولكن خلاص رمية مرمى أدي التصويبة بص شوف الطيار مع الكرة مع تروح يجري إيطاليا يروح في انفراد ويحرز الهدف صانع الألعاب سيمون الوليد لكن قطعها كويس قوي ديفيد قافلين عليه الدرع يا سلام يا سند الطائر اليمين للمصريين سند عن عمد بكار جمله ثنائيه
يلعب الكرة لمهاب سعيد، يقدر يضيف هدف جديد ولكن يتصدى الحارس. ماركو يطلع من على الدايرة، اكسل عايز يعدي، يلعب الكرة لإكسل على الدايرة، استلم الكرة كويس قوي من الخط الخلفي اهو، استلمها كويس قوي من الباك شمال ماركو، استلمها له كويس اكسل ويحرك الدفاع ده، يقدر يعدي فيه احمد الاحمر. يا سلام على التمريرة، يا سلام يا سلام، تروح من ايد هايلة مع العطاء مع الطيار ويحرز الهدف. وده كان طبعا تدعيم من الشباب على اساس يبقى في خبرة عالية، ويلعب الكرة غالية، سند يعمل المدد، سند عملها كويس قوي من الجناح اليمين 30، تروح عايز يلعب الكرة في الجناح، تروح لوحده خالص طبعا، مرة تانية يلعب الكرة، سند تقاطع، يا سلام على الجملة التكتيكية للناشئين المحروسة في آخر بطولة عالم للناشئين. لما حصلنا على البطولة كان حسن وليد وكان هو الهداف بالمناسبة. مرة تانية تمرير خط خلفي، نزل طارق على مستوى الدفاع، تروح في الباك اليمين من الباك اليمين، مرة تانية تروح لأحمد الأحمر، يروح في انفراد دم يزيد الفارق، عملها حلوة قوي آخر نص دقيقة، يلعب الكرة جدا غالية جدا، التقدم لمنتخب مصر في أول لقاء وأول